في سن السادسة يعتمد طفلك على عضلاته في تعقد ومتابعة الأشياء المتحركة. يستعرض هذا الفيديو بعض النصائح لتعزيز التنسيق بين اليد والعين. النصيحة الأولى: ارمي لطفلك كرة تنس من مسافة بعيدة وشجعيه على التقاطها وإعادة رميها. زيد المسافة بالتدريج ثم تحديه أن يمسكها بيد واحدة. الخطوة التالية هي إسقاط الكرة ليلتقطها بكلتا يديه. بعد ذلك تحديه أن يمسكها بيد واحدة. النصيحة الثانية: اطلبي منه أن يمشي على خط مستقيم وهو يحمل ملعقة دون أن يسقطها لمساعدته على التنسيق بين اليد والعين والمحافظة على توازنه. يمكنك أيضاً إشراك أصدقائه في هذه اللعبة. احرصي على تشجيعه والثناء على نجاحه لتحفيزه وتعزيز نموه.